ومن مكة المكرمة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر عبد الله بركات. مساء الخير عبد الله، طمنا على البعثة المصرية لديك وسبل تيسير إجراءات أداء باقي مناسك الحج سواء رمي الجمرات أو طواف الوداع، إليك عبد الله. نعم منى، يمكن اليوم طبعا هو اليوم الثاني من أيام التشريق، وانتهاء اليوم الثاني من أيام التشريق مع مغرب هذا اليوم يكون بالنسبة للمتعجلين انتهت عملية رمي الجمرات وتوجهوا مباشرة إلى مكة المكرمة. بالنسبة للحجاج الذين لم يؤدي طواف الإفاضة بيتم الآن تأجيل طواف الإفاضة أو يمكن تأجيله إلى ما مع طواف الوداع بالنسبة لهم في حالة وجود زحام، يعني كما نشهد أظن لو كانت الصورة موجودة هناك زحام بالفعل في صحن الحرم نتيجة لإقبال الحجاج على المتعجلين على طواف الإفاضة. لكن هناك ايضا من غير المتعجلين موجودين بالفعل في منى من اجل يعني استكمال باقي ايام التشريق من خلال الاقامه في المخيمات التي وفرتها لهم بعثه الحج الرسميه والتي تشرف عليها وزاره الداخليه وهي بالقرب من جسر الجمرات الى حد بعيد. بالنسبه لي طبعا السلطات السعوديه وفرت كل الامكانيات لانجاح هذا الموسم، وكان ذلك واضحا من خلال تصريحات امير مكه المكرمه وتصريحات وزاره الصحه السعوديه وتصريحات وزير الشؤون الاسلاميه السعودي الذين تحدثوا جميعا عن نجاح المملكه العربيه السعوديه في توفير كافه الامكانات لانجاح موسم حج هذا العام، وهو موسم استثنائي بكل المقاييس لانه عوده ما بعد جائحه كورونا، وان كانت العوده هي عوده بثلث القوى الاساسيه حيث كان قبل جائحه كورونا اكثر من 3 ملايين حاج، وهذا العام يعني اكثر من 1 مليون حج. وفرت لهم كافة الإمكانات، وفي مقدمة هذه الإمكانات التي شاهدناها في مشعر منى وجود روبوت آلي بيسعى ما بين الحجاج يستطيع الحج من خلاله أن يتحدث صوت وصورة مع المفتي، عددهم أكثر من 400 مفتي منهم 177 موجودين في الأكشاك المنتشرة بمنى بيرد مباشرة على الحجاج وعن أسئلة الحجاج. جسر الجمرات طبعا منشأة ضخمة يعني وفرتها السلطات السعوديه من اجل تقليل عمليات التزاحم من 4 ادوار، والمسارات المسار المتجه الى جسر الجمرات عكس المسار المتجه من جسر الجمرات الى منى، وبالتالي ذلك وفر سهوله كبيره وتيسير كبير على الحجاج حتى في ذروه يعني الزحام الموجود ما بعد ظهر هذا اليوم، حيث كان هناك زحام كبير لكن غير محسوس نتيجة لعمليات التنظيم التي تتم على هذا الجسر أو في منشأة الجمرات. أيضا غدا إن شاء الله سيكون هناك بداية للجسر الجوي لعودة الحجاج من استكملوا، يعني في هناك الحجاج بالنسبة لبعثة حج الكرة على وجه الخصوص وعددهم 6425 حاج سيقيمون أو يقيموا مدة 21 يوم فقط ما بين المدينة ومكة، لكن هم قضوها في المدينة حيث نظام الاتجاه الواحد ومنها إلى مكة، بعد أن يقضي الحج 21 يوم سيتوجه مباشرة إلى جدة ومنها العودة إلى القاهرة بإذن الله بعد إتمام أداء المناسك، والتي إتمام أداء المناسك تنتهي بطواف الإفاضة بالنسبة للمتعجلين أو من لم يقم بطواف الإفاضة. الفنادق الإقامة التي عاد إليها الحجاج بواسطة الحافلات بالنسبة للمتعجلين وجهزتها لهم وزارة الداخلية إضافة إلى حافلات وفرتها لهم السلطات السعودية بالمجان أمام جسر الجمرات بيعودوا إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والموجودة بالقرب من المسجد الحرام، يعني تيسيرات كبيرة والأمور تسير حتى هذه اللحظة على خير. وصلت الفكرة عبد الله، بشكرك شكر جزيل. زميلنا عبد الله بركات مراسل أخبار مصر من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.